يقول انا والليل خلان ورفاقه اخذتها عشق واخذني عشاقه اوضح له ظنايم ما بروح ويفتح لي بالليل طاقه الا يا ليل وش عندك وعندي انا وياه لا عاد صداقه في عام 90 هجري قهرتكم قهرتكم خلاص وين تروحين انت وين تروحين لا لبيل ليتني عندكم في البيت كان بغني الصدق حدي نظر لا خليكم تقولون تبدون من الشكاك ذا حدي نظر ما بغيت اكثر حدي نظر طحنا في المجلى المجلى طحنا قصدي في حق المويه حق الطفري هذا حق المواعين هلا ايش اللي يقول سامح اللي ما دفع ما هم مثل اللي يدفع يا بارد ما هم مثل اللي ابشر لا مسعود لا 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 عنا 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 مش حالك والله ما شاء الله أمه ما شاء الله سمعتني عنا والله أمه استطلح عسكرية ما ادري ما ادري يو اللي بيتزوج سومس كذا فله احس انه تتعاون مع الرجال اكثر من بنتها وجهه نظري وانتم يا شباب نعم 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 خلاص انطموا 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 خلاص انطموا 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 اوف على طول بس يبون ياخذ رايهم على بال اي صح يا سعود ماني معطيكم وجه ترى ماني معطيكم وجه ولقم انتوا وياه ما بنتم تلقموني دايم لقمتكم انا ذي المره هاي لقمتكم ولا لا اجحدها انتوا وياه حتى لو تقول دي البخ ما لها طعم مثل ما انا قلت صح 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 قلت انتم اي قلت انا البخ البخ كل واحد انت تدري ان انتم توصيه عندي اوكي مالك اسعود اسعود بخير بخير امسكيها وشعرها بشعرها واضربيه في المجلى اضربيه في المجلى اضربيه في المجلى خلاها تنضبط اي 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 احسن احسن يا لبيه يا لبيه يا حلال يا حلال يا حلال وش حالك يا عمه وش حالك تعجبيني يا عمه امسك البنت امسكيها اي 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 ها ابي امسكيها مع شعرها وضربيها في المجلى في المجلى يا عمه في المجلى اضربي 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 قهرتني تبادلي ما رجعته تبادلي ما رجعته ها تعجبيني يا مالك ذكرتني بجدتي اليامية لا لا كذا اضربيها يا عمه اضربيها ايوه ايوه من هنا مع الراس مع الراس كفو يا عمه ايوه يا عمه كذا كذا بالجمع جمع 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 بقوس 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 كفو يا عمه ايوه يا عمه بقوس
ما تخليني أمي تجي عند أمي؟ فيها شيء؟ خلاص صرنا أهل لنا 4 سنوات وحنا يعني خلاص يعني ما يحتاج مرة. يوشي والله جايني في حالي. شوشتي والله أهل ما يحتاج، كلنا هنا اللي موجودين أهل يا أخي. أنت قاعد تدلعني تقول شو؟ أوه ماي جاد، صدعت زيادة على الطق اللي جاني. صدقين صدقين يوشي، والله والله الله يا ربي ما يفرقنا إلا في خير، والله العظيم يعني أنا بقول سياها صدق. أنا عماني، هم عماني ما تحملوني عندهم، أنت الإنسانة الوحيدة اللي تحملتيني كثير 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 بشكل ما تتصورين. يعني أنا أدري إني يعني سببت لك مشاكل في الطريق السريع، مو بتنباك عود، لا تدور زلتي وانت خبرني كبو، أنا رجال سيدة ما عندي تنابيك وذي الأشياء. بعدين أنت دامك التنبك يا أخي، يعني أبو شكلك سوداني أنت الله يلعن بيسك، معليش يعني إحنا أصلك مخيط يعني كان شيء وأبرك لك من الوجه يعني المهم يا حبيبتي يعني خلاص دامس أنت يا تسر عمر جهزتي كل شيء وحطيتي كل شيء وشريتي السيارة وشريتي كل شيء. وأبوش وأجي أتقدم لك بعد؟ أنا مستعد. يا الله وش ذا القوة قدام الناس ولا كأن همك أحد. أبيع الدنيا عنك يا سعود. شكرا. توافق؟ وشو؟ عاد تخيل يوشي أنا في الصباح نايم صح؟ تجين أنت تقولين كذا دقيقة. تبيني؟ أول الباب يرعد كذا وش سويت؟ وش حطيت؟ لا أنا بفتجين كذا شوف. كذا مكاتفة حائلة أطق الباب كذا. سموك بتشينو يا صديقي. جعل ما يصحى أحد غيرك وتجيبين لي الريوق. اخي انا بتزوج اسمك انت كل ما قلت لك شيء قلت لي بحر.